شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكره تفاهم بين كل من الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وتحالف الوقود الاخضر ذلك لاقامه مشروع داخل المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس بالعين السخنه لانتاج 350 الف طن من الوقود الاخضر سنويا بهدف تموين السفن من جانبه اكد مدبولي حرص الدوله على توقيع المزيد من المشروعات التي تدعم التحول الى الاقتصاد الاخضر بما يمكنها من ان تصبح مركزا اقليميا للطاقه الخضراء